مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من تنس بورد. لو كان محمد صلاح ونني وتريزيجيه مشرفين مصر في كل المحافل الدولية لكرة القدم، وكمان ميار شريف في التنس وبيج رامي في كمال الأجسام، فإحنا عندنا النهاردة أبطال مصريين هيشرفوا ويرفعوا اسم مصر الفترة الجاية في البارا أولمبيكس. النهاردة حلقتنا مع منتخب مصر بارا أولمبيكس أو منتخب مصر لذوي الإعاقة الحركية. زي ما عودناكم في تنس بورد إن إحنا بنسلط الضوء دايما على الرياضات الشهيدة أو الرياضات اللي يمكن مش بتلاقي اهتمام كبير من سواء الجمهور او في ناس كتير ما تعرفهاش. خليكم معانا علشان نشوفوا حلقة النهاردة. خلينا نرحب بالبطل ابراهيم بدر والحائز على الميدالية الذهبية في قصف القرص. برحب بيك على شاشة تنس بورد، وعايزك تكلمني عن كواليس البطولة وبدايتك في رياضة قصف القرص. أهلا بحضرتك. إبراهيم بدر، اللاعب منتخب القومي لعب قصف القرص. بدأت رياضة في سن وأنا كنت صغير شوية، كنت بشتغل على نفسي في البداية لحد ما انضميت للمنتخب القومي. سافرت دورة سيدني الأولمبية، عملت ميدالية فضية. سافرت دورة الأتينا، عملت ميدالية فضية. سافرت دورة لندن ودورة البرازيل، عملت ميدالية برونزية. والحمد لله ان احنا في موجودين لحد دلوقتي، يعني ان شاء الله مؤهل لدورة طوكيو. في اخر بطولة عملت ميدالية ذهبية، وان شاء الله يعني بعوات المصريين كده نعمل ميدالية متقدمة في دورة طوكيو ان شاء الله. احكي لي كواليس بدايتك في الرياضه، بداتها من امتى وانت كان عندك كم سنه، وليه الرياضه دي بالاخص قصف القرص؟ والله انا بدايتي انا ما اخترتهاش، بدايه رياضه العاب القوى انا ما اخترتهاش. انا كان ليا مجموعه من اصدقائي بيلعبوا العاب قوى، فكانت العلاقه بيننا ان احنا معظم الوقت مع بعض، فكانوا بيتمرنوا فكانوا بياخدوني معاهم نروح مع مجموعه من الاسوياء. فبداوا يعلموني ازاي امسك الاداه، وبداوا ارمي ازاي وكده. ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها رياضه معاقين. فبعديها هم جات لهم، كان عندهم بطوله راحوا يلعبوا بطوله، شافوا ناس من المعاقين بيلعبوا العاب قوه، فهم فكروا على طول ان قالوا لك لا بالظبط. فهم من غير حتى ما يعني من غير ما يرجعوا لي، راحوا لمدير النادي اللي هم فيهم المعاقين بيلعبوا، وقالوا له احنا عندنا راجل لو لعب معاكوا هيبقى بطل، يعني هو بيتمرن معانا وان شاء الله لو كمل معاكوا هيبقى بطل لان هو مستواه كويس معانا. فبعديها هو خدوا منه ميعاد وجوهم قالوا لي ابراهيم احنا خدنا ميعاد من مدير نادي بنها وهتيجي تقابله وان شاء الله هتلعب في رياضات معاقين وكده وان شاء الله هتكون من الابطال. رحت قابلت مدير النادي، مدير النادي شاف كان بنياني قوي يعني في الوقت ده، قال لي ان شاء الله هكمل معانا وفي اقرب فرصه هكون بطل. كانوا بيمرنوا 3 تمرينات في الاسبوع، انا كنت بالاتفاق مع مدرب النادي كنت بروح 3 تمرينات تانيين الصبح، يعني هم بيمرنوا 3 تمرينات العصر انا كنت بروح 3 تمرينات تاني الصبح. استمرت لفتره حوالي سنه ونص اتمرن حوالي من 6 ل 9 تمرينات في الاسبوع لحد ما ربنا كرمني ودخلت المنتخب. هي في الوقت ده بقى وفي الرحله دي كلها كانت ايه اصعب مرحله او اصعب فتره؟ هو اصعب فتره اللي هو القرار ان انا يعني خلاص ان انا هلعب رياضه وانا معاق. بس دي اصعب فتره ان انا قررت ان انا العب رياضه. مجرد ما بدات العب رياضه بقت الرياضه بالنسبه لي تنافسيه. بقيت في ناس قدامي عايز ابقى احسن منها او ان انا اكون في المستوى يليق بيا انا كابراهيم، يعني انا كنت شايف نفسي ان انا هكون في مكانه كويسه ومكانه احسن يعني بكتير. فبدات بقى بعديها بقى التنافس، بدات ادخل بطولات جمهوريه، بدات اكسب من ثالث لتاني الاول جمهوريه لحد ما كان ليا الشرف يعني المنتخب القومي اختارني. بدات اتمرن في معسكرات مغلقه، بدا مستواي يتطور بشكل ملحوظ، بدات انافس عالميا، بدأت الميدالية برونزية في بطولة العالم 94، بدأت بعديها خدت فضية بعديها ذهبية. فالحمد لله ان احنا في تقدم مستمر وربنا يديمه ان شاء الله. ابراهيم، يمكن الرياضة بتمثل حاجة كبيرة قوي قوي لكل الناس، لكن بشكل خاص جدا 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 ذوي الإعاقة او ذوي الهمم، قد ايه بيفرق معاك
نفسيا وجسديا من كل النواحي ممارسة الرياضة؟ يعني تنصح بإيه الأطفال الصغيرين اللي يمكن واخدين أي إعاقة سواء كانت حركية أو ذهنية إن هم ما يمارسوش الرياضة وإنه لأ خلاص؟ هو بص، هو العامل كبير قوي على الأسرة. بداية أنا والدي كان بيشجعني جدا لما كان بيعرف إن أنا بلعب رياضة. في ناس لما يكون عندها طفل معاق أو حد من المعاقين بيخبوا عن الناس، وده كده بيدمره نفسيا. انا لما حاسس انه عنده حاجه مختلفة. لا، رغم ان هو ممكن يكون سبيشال، ما هوش صح. الاعاقه مش ممكن تكون حاجه ميزه فيه، مش عيب يعني. بعض العقول بقى حتى لو كانت مش مثقفه ما بتعرفش تتعامل مع الفئات دي من المجتمع. انا والدي ما كانش عنده ثقافه كافيه، ماشي، بس الحمد لله والدي ووالدتي كانوا مشجعوني جدا لما كنت بروح العب اتمرن. عندي تمرين كان والدي بيديني مصروف وانا رايح التمرين اكتر ما انا بيوديني وانا رايح المدرسه، علشان يشجعني ان انا العب رياضه. طبعا انا بدين بفضل ده لوالدي ووالدتي، وقفوا جنبي كتير قوي في موضوع ان انا اقدر ان انا اثبت ذاتي. الحمد لله يعني قدرت ان انا ارد جزء كبير قوي من الدين اللي عليا، ان انا قدرت ان انا ارفع علم مصر، وده كان بيسعدهم جدا جدا. والحمد لله ان احنا ربنا يوفقنا ان شاء الله في طوكيو نعمل ميداليه نفرح الشعب المصري كله. يا رب. بشكرك، شرفتني. تسلمي. شكرا. ميرسي. لسه مكملين مع ابطالنا، ونروح بقى لباسم رجب عبد المولى والحائز على الميداليه الفضيه في رمي الرمح. باسم، برحب بيك في البدايه. الف الف مبروك. اهلا وحبيب. اهلا بحضرتك. كلمني في البدايه عن بدايتك في العاب القوى، وليه العاب القوى اخترتها ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايتي في العاب القوى من 2009. بدات 2009. كان عندك كام سنه؟ كان عندي، انا عندي دلوقتي 34، كان عندي 19 سنه. هايل. تمام. كان كنت بلعب رياضه للجميع عادي، ما فيش اي مشكله خالص. بروح الاستاد النادي اتمرن العب، ففي مدرب شافني قال لي هتبقى كويس جدا في الرمح، كابتن حسن الحلوي شافني وانا ماسك طوبه برميها، قال لي انت هتبقى كويس جدا في الرمح. فبدا يشتغل عليا من 9 سنين. الحمد لله الارقام بتتطور. انا كنت بلعب وانا واقف. كانت ارقامي بتتطور بتطور رهيب جدا لحد ما وصلت رقم عالمي وانا واقف. فلما طبعا الكلاسات وتغيير الايفنتات وكلام من دوت، ما كانش ليا لعب بره، ما كانش ليا لعب بره ننافس دول بره في اللعب بتاعي انا. فاضطرينا ان الدكتور حمدي اللي هو مدير الفني بتاع المنتخب قال لي هتلعب واقف، انا مش لاقي لك حل، انت ارقامك بتتطور، انا مش لاقي لك حل، انت هتلعب قاعد. فالحمد لله لعبت قاعد من 2018. سافرت اول بطوله في دبي، بطوله الملك فزاع. اتاهلت فيها الاولمبياد طوكيو، او اتاهلت فيها الاول بطوله العالم. جبت مركز 7 عالم، والحمد لله في البطوله اللي فاتت عملت ثالث. كواليس بقى البطوله اللي فاتت دي، اتكلمنا عن كواليسها لان هي جايه في وقت صعب شويه على الكل، يعني وقت كورونا ومفيش تمارين كانت اقل والتاهيل اقل. احنا قبل البطوله دي عسكرنا، احنا انقطعنا عن المعسكر 4 شهور او 5 شهور. تمام. فرجعنا للمعسكر ورجعنا للعب تاني قبل البطوله ب3 شهور او 3 شهور و15 يوم. اتمرنا واستعدينا كويس، توجه الاحترازات طبعا الوقائيه اللي احنا شغالين عليها اي نعم مش زي الاول، كنا واخدين راحتنا وبنشتغل وبننطط في الشمال ويمين. احنا دلوقتي محبوسين، نعتبر عندنا يعني عاملين زي نظام بيت شتوي كده، من التمرين للاوضه، من الاوضه للتمرين كده، ما بنقدرش نتحرك زي بحياتنا زي الاول، وقاعدين في معسكر مغلق بحيث ان احنا بنستعد لطوكيو. هايل. ايه الحاجه اللي انت حابب كل الناس تعرفها وتوصلها لكل الناس؟ اللي انا عايز اعرفه للناس ان مفيش يأس، طول ما انت فيك نفس وطول ما انت فيك الروح ما تيأس من حاجه، وان مفيش فرق ما بين اعاقه واعاقه،
او مفيش فرق ما بين الاعاقه والاسوياء، لان احنا عندنا اصلا المنافسه شرسه جدا، يعني بتفوق الاسوياء في المنافسات. ده حقيقي، يعني المنافسه عندنا شرسه لان احنا عندنا تحديات كتير. انا واحد من الناس بعد ما كنت برمي وانا واقف وبستخدم كل جسمي، بقيت برمي وانا قاعد، بقيت بستخدم الجزء اللي فوق بس. فاللي انا بقوله واوجهه للناس ان مفيش يأس. بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تحققوا اللي انتوا بتتمنوه، ان انتوا ترفعوا اسم مصر ان شاء الله الله في طوكيو باذن الله ان شاء الله. شكرا، شكرا. ميرسي. دكتور ابو المكارم احمد، مدرب رمي الجلوس، برحب بحضرتك في تاني سبورت في البدايه. اهلا وسهلا يا فندم. عايزه حضرتك تشرح لنا الفرق بين رمي الجلوس ورمي الوقوف، لانه انا نفسي ما كنتش عارفه الفرق بصراحه. هو طبعا هي حسب نوع الاعاقه وحسب درجه تصنيف الاعاقه. الناس اللي هي عندها الاعاقات الخفيفه بتقدر ترمي وهي زي السلام بالظبط، وهم واقفين وهم بيتحركوا. اما اللي عندهم الاعاقات شديده شويه بيرموا وهم قاعدين. هايل. عايزه حضرتك تقول لي الفرق فين بين تدريب ذوي الهمم وقد ايه ده بيكون صعب وسهل في حاجات عن تدريب الاسوياء. وطبعا بالنسبه للاعاقات، في الاعاقات كتير، كل اعاقه بيبقى ليها اعتبارات لما بنيجي ندربها، لكن انا هتكلم النهارده على رمي جلوس بس. طبعا الرمي العاديين او الرمي حتى اللي هم اللي عند ذوي الاعاقه اللي عندهم بيوم وقوف بيبقى اسهل شويه، لان احنا بنستخدم كامل الجسم. اما رمي جلوس زي ما انت شايفه حضرتك، كل الاعتماد بيبقى عضلات الذراعين ونص الطرف العلوي، فبيصعب الموضوع، تبقى العمليه صعبه جدا. طيب نتكلم عن كواليس اخر بطوله وتحضيراتها، حضرتوا لها في قد ايه؟ والله احنا معسكرين بقالنا فتره طويله، عندنا في اختبارات بنعملها كل فتره معينه وفق الخطه اللي محطوطه لحد اطلان لحد دوره طوكيو ان شاء الله. من بينها كان الاشتراك في بطوله فزاع الدوليه. بطولة فزاعة الدولية طبعا اتعملت تحت مجموعة من المحاذير بسبب كوفيد 19. كان المفروض ان احنا بنسافر بعدد اكبر من كده، طبعا الاشتراك كان محظور على الناس اللي هي مؤهلة لطوكيو. كانت البطولة نفسها اللعيبة يعني كانوا زي متأيدين شوية في بالنسبة للحركة، بالنسبة للخروج، بالنسبة للتدريب، حاجات كتير قوي كانت يعني كانوا مسمينها الفقاعة. الفقاعة دي اللي احنا ماشيين فيها يعني ما كانش فيها أي نوع من المونة خالص. لكن طبعا الحمد لله ربنا وفق لاعبين، وفي لاعبين برضو يعني جابوا قريب من أرقامهم، إنما إن شاء الله خير بإذن الله. إن شاء الله. خططكم للي جاي غير طوكيو، إيه المسابقات اللي أنتوا هتشاركوا فيها أو البطولات اللي أنتوا هتشاركوا فيها؟ والله يعني بطولات دولية لحد دلوقتي ما فيش، إنما إحنا بنضع خطط إن إحنا بنعمل زي تستات كده أو مسابقات، وبنقيس اللعيبة بتاعتنا كل فترة معينة عشان نتأكد من البرنامج التدريبي بتاعنا ماشي مظبوط ولا لأ. بشكر حضرتك، بتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في الجاي. شكرا يا فندم. شكرا، ميرسي ليك. شكرا. مصطفى فتح الله لاعب منتخب مصر بارا اولمبيكس، خلونا نرحب بمصطفى. مصطفى ممكن تعرفنا بيك في البدايه؟ الاول برحب بيكم، منورنا طبعا هنا. الاسم مصطفى فتح الله، لاعب منتخب مصر العاب قوه بارالمبي 100 متر و200 متر، صاحب رقم العالم في ال100 متر، يعني كنت الحمد لله عامل رقم العالم، وميداليه في بطوله ريو 2016 فضه الحمد لله.
مصطفى كلمني عن بدايتك، ليه اخترت ألعاب القوة وبدأت من إمتى؟ والله أنا بدايتي في ألعاب القوة أصلاً في البارا أولمبي، اللي أنا ما كنتش أعرف إن أنا هلعب باحتياجات خاصة، فالموضوع ده حد اكتشفه. أنا من وأنا صغير عارف إن عندي مشكلة في دراعي اليمين وشوية رجلي اليمين، ضعف بسيط، وكنت بعمل عليهم علاج طبيعي مع والدي وحاجات زي كده. اللي مرة بس كنت بتمرن في استاد اسكندرية، فحد اكتشف الموضوع وقال لي انت ممكن على فكره تلعب في البارا اولمبي، وانا كان الموضوع بالنسبه لي غريب جدا، يعني ازاي انا عايش طول عمري ان انا ما عنديش حاجه. والدي بصراحه ما كانش في اي انطباع خالص ان انت حتى احتياجات خاصه او في حاجه زي كده، انا مجرد بس ان ضعف وبعمل له تقويات والدنيا بالنسبه لي ماشيه كويس. في الاول كنت رافض الموضوع عشان كان غريب بالنسبه لي بصراحه ومش عارف ايه، بعد كده هو فضل ورايا فتره بصراحه، لغايه طب تعالى شوف تعالى جرب، لغايه اما جيت جرب. الكلام ده كان تقريبا 2004 او 2005، ومن اول بطوله لعبتها احتياجات خاصه وانا كنت حبيت الموضوع وقلت خلاص انا مكمل في الموضوع هنا. كلمني بقى عن اخر بطوله عملت فيها ايه والتحضيرات ليها كانت ايه؟ احنا الفتره دي المفروض يعني، بس هي فتره صعبه شويه طبعا نظرا لظروف كورونا، وهي صعبه على العالم كله مش علينا بس. التجمعات بقت صعبة، السفر بقى صعب، الاحتكاكات بقت صعبة. المفروض ان احنا موجودين في معسكر استعدادا لأولمبياد طوكيو، او بنحاول الدنيا تبقى مستمرة لغاية أولمبياد طوكيو. كنا سافرنا بطولة فزاعة الحمد لله، والحمد لله يعني كان في نتائج طيبة للفريق بقى بالكامل. انا الحمد لله كنت اتأهلت في السباقات اللي انا المفروض العب فيها في طوكيو ان شاء الله، وكذلك زمايلي. طبعا من هنا لغايه اولمبياد طوكيو ما اعتقدش ان الاحتكاكات الدوليه هتبقى حاجه سهله نظرا لظروف الجائحه طبعا. فاحنا بنحاول نمشي يعني او نساس في امورنا لغايه ما نوصل اولمبياد طوكيو ان شاء الله باذن الله. اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله توصلوا وترفعوا اسم مصر، تكملوا اللي انتوا بدأتوا ان شاء الله. ربنا يخليك، انا اللي سعيد بيكم ونورتونا وفرحان والله ان التقيت بيكم. شكرا، ميرسي. سعيد. دكتور محمد دياب، استاذ مساعد بكليه التربيه الرياضيه جامعه المنصوره ومدرب منتخب بارا اولمبي لالعاب القوى، برحب بحضرتك على شاشه قناه تن في البدايه. اهلا بحضرتك واهلا باسره البرنامج، شكرا ليكوا على حضوركم القاء الضوء على اطفالنا البارالمبيين. اهلا بحضرتك، كلمني عن بطوله فزاع بن زايد وفتره التاهيل والاعداد للبطوله وصعوبه وجود فيروس كورونا اللي كل الناس عندها مشكلة في ممارسة حياتها في وجوده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بدأنا زي بقية المنتخبات المصرية بعد فترة التوقف في 2020، بدأنا في شهر 7 المعسكر مع الأولاد، وبعدين بدأنا تقريبا اشتغلنا حوالي شهر، وبعدين حصل فترة توقف تانية، وبعدين بدأنا في شهر 9 نستعد لبطولة فزاع اللي هي أحد المحطات المهمة اللي كل سنة تقريبا بنسافرها، بتبقى يا إما مؤهله لبطوله عالم او مؤهله للاولمبيات، وهي السنه دي كانت بطوله فزاع من اقوى البطولات، كان في اكثر من 60 دوله مشاركه، ابطال عالميين كتير كانوا مشاركين في كل السباقات، ويمكن اول بطوله هي احد بطولات الجائزه الكبرى المهمه، هي اول بطوله اتلعبت في الموسم دوت، وبالتالي كان في مشاركات من دول كتير، لان في كتير من المنتخبات اكيد كانت متخوفه ان في خلال البطولات اللي جايه في شهر مارس وابريل ممكن في بطولات في اوروبا تتلغي، فكانت الناس حريصه انها تشارك، واحنا كنا حريصين كمنتخب مصر واللجنه البارالمبيه ان احنا نشارك، والولاد الحمد لله استعدوا من شهر 9 في المعسكر الداخلي كمحطه مهمه في الاعداد لاولمبياد طوكيو. بالنسبه للولاد في تحسين ارقامهم وتحسين الرانك بتاعهم الدولي اللي ممكن يفرق معانا في الكوتا او الحصه بتاعتنا اللي هتيجي لمصر في المشاركه في الاولمبياد.
والحمد لله ربنا وفقنا، ومعظم اللاعبين عملوا الارقام اللي متوقعه ليهم في الفتره دي. احنا حضرتك طبعا عارفه ان البيك بتاعتنا او قمه الاداء ان شاء الله تبقى المفروض في طوكيو. المحطات اللي في النص دي تبقى محطات بنقيم فيها اللعيبه، بنطور ارقامنا بحيث ان احنا نساعدهم على الوصول للمحطه النهائيه ان شاء الله. من هنا لطوكيو ايه خطه المنتخب؟ لانه خلاص اعتقد ما فيش مسابقات خارجيه وما فيش معسكرات خارجيه برضه، فاحنا بنتكلم ان احنا نفضل موجودين هنا في مصر، فايه خطه الاعداد بتاعتنا؟ خطه الاعداد طبعا الحمد لله المعسكر الداخلي مستمر في المركز الاولمبي، واحنا كجهاز فني بنوجد بدايل لعدم وجود بطولات خارجيه، ان احنا بنشارك الاولاد بتوعنا في المنافسات المحليه التابعه لاتحاد العاب القوى للاصحاء. فبتبقى المنافسه بالنسبه لهم قويه. ولو ما فيش المنافسات دي هيبقى عندنا مشكله، فالحمد لله احنا عندنا الحلول دايما في عدم وجود سفريات، ان احنا بنشارك بيهم، وده حاصل في السنين اللي فاتت وبيفرق معنا كتير في المستوى، ارقام بتتطور الحمد لله. دكتور انا بشكر حضرتك، شرفتني في تنس بول. شكرا لحضرتك. شكرا ليك واسره البرنامج. شكرا لحضرتك. ميرسي. زي ما حضراتكم شفتوا في حلقه النهارده كده قد ايه رحله المنتخب الباراولمبي، قد ايه هم بيحاولوا بمجهودات عظيمه باقل امكانيات، وكمان بيجيبوا ميداليات وبيحققوا انجازات. ان شاء الله يرفعوا اسم مصر في طوكيو وتكمل الخطط اللي هم بداوها. دي كانت حلقتنا النهارده في تنس بول، استنونا في حلقه جديده.